وتقدم من 2-3. هذه طبيعية عند البرازيليين. يحاول يمرر كرة عرضية لصالح المصطفى بالعرضيات وبمجهود كبير من بابا سادا سيلفا. هذه العرضية وهذا الارتقاء في المرة الثانية بنفس الطريقة تقريبا يسجل المصطال ثاني اهدافه في هذه المباراة. 2-0 2-0 عالية باتجاه من حسين ملون. الكل يتراجع من قبل لاعبي نادي قطر في هذه الأهداف، لكن هذه خطيرة. التعادل 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 عن طريق أيمن حسين. العراق يرفضون الاستسلام. نعم للتحدي، نعم للعزيمة، نعم للقوة، نعم للإرادة، ولا للخسارة يا عيني على التمريرة. أيمن حسين وجسم الهالو خافيير مارتينيز، وينكم وينكم وينكم؟ قالهم روحهم وهاتوا الكورة وأعلن التعادل. يسار يسار يسار. نعم رقم أندريايو. أيمن حسين يسجل جول مصلال عن طريق الدول العراقي. أيمن حسين أيمن حسين يضع هدف ثالث. 1-2-3 ومصلال يا حلاته، ومصلال يا حلاته، ما أروع ما أجمل ما أكمل ما أمثل في أرضية ملعب ثاني بن جاسم. الروعة والجمال تأتي بالقدم اليمنى لكرة تتحول على يمين حارس المرمى. هذا الأسد إزيل والعرضية لأيمن عبد النور بالرأس إلى أيمن. أيمن حسين داخل منطقة الجزاء يبحث أيمن، لازال يحافظ أيمن غضبان يسجل في نجوم كيوان بي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، رأسيات أيمن عبد النور. أسست أو ماذا؟ أسست أم ماذا؟ ولكن في لمسة يد، في لمسة يد، ولكن أيمن لم يتجه للفار. كان هو الفار في الكرة الماضية، وكان هو العادل في الكرة الماضية لأن يسجل هدف العاشر في بطولة الدوري. هدف العاشر في بطولة الدوري. زاهي سنيد الشمري لتعود الكرة من جديد. خطأ 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 كارثي، خطأ كارثي، خطأ كارثي. ياسين ياسين بعد أوفسايد. هدف ثالث نعم لصالح نادي أم صلال ليصل للهدف رقم 11. أيمن حسين ليأتي إلى سباق الهدافين، ليشترك في سباق الهدافين، بينما نادي أم صلال يصل إلى المركز الرابع متشاركا مع نادي الوكرة النقاط، ولكن بشكل مؤقت بانتظار ما يحدث في هذه الجولة. ولكن شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف ياسين ياسين البخيت وأيمن حسين، ثنائيات صقور برز. بلمسة بلمسة بلمسة. الله الله الله. التمريرة الخاطئة والاستثمار المثالي للخطأ الماضي. باربوسا 1-2. الله على كرة، على لقطة، على جملة رائعة بين ياسين بين أيمن، ومن أيمن إلى شباك الخور إلى أول. هذه المرة يا بابا لن تردها يا جبريل، هذه المرة في شباك الخور لمصلحة أم صلال. أول أهداف اللقاء، لكن أي جملة وأي نقلات. أي تمرير الآن لصالح أم صلال. الكرة العرضية. الله أسد من أسود الرافدين، طار وارتقى فوق الجميع وحلق بالصقور للمرة الثانية في هذا اللقاء. أيمن حسين أيمن حسين، أي ارتقاء لأيمن حسين وأي عرضية قبل ذلك. صقور برزان بهدف ثاني، ارتقى معه تراوري وارتقى معه اللي هو حارس المرمى الغاجري.
لكن الاثنين لم يتمكنون من إيقاف هذا الطيران من النجم العراقي أيمن حسين الذي يصل الآن بصقور برزان للهدف الثاني في هذه المباراة. وهنا طبعا من لاعبي نادي الريان ياسين لبخيت، كرة في الجهة اليمين، ياسين لبخيت يحاول يمر يرسل الكرة، الله، صناعة فاخرة يا بخيت. وكذلك الحال يا حسين، يا أيمن حسين، الثالث لصقور برزان، تمويه وبعد ذلك عرضية لتجد قدم أيمن حسين معلنة الهدف الثالث لصقور برزان في هذه اللحظات. مباراة ثالثة على التوالي، أم صلال شكل ثاني، شكل مختلف، شكل مغاير، فريق أصبح مخيف كما كان يوما من الأيام، فريق عاد مخيفا، صنعوا التاريخ يوما ويريدون إعادة كتابته مرة أخرى في تشكيلة الوكرة. هذه انطلاقة سريعة 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 لأم صلال، الله الله الله، ما في مقدمات، ما في مقبلات، بداية بهدف سريع جدا، هدف سريع جدا، الصقور تضرب مبكرا في واحد من أسرع أهداف المسابقة، أسرع أهداف البطولة. هنا الكرة، هنا النقلة طويلة طويلة، أوه خطأ قاتل في اللقطة الماضية، يا كوليبالي في التغطية ولا يخطئ أبدا، أيمن حسين في الكرة الأخيرة بطلاقة خطيرة، هذه خطيرة خطيرة، ياسين، الله 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 الله، خلى كوليبالي في هذه المباراة مبتدئ دفاعيا مجددا الحوارات، الله 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 يا ياسين، الله يا ياسين، قلبي دفاع الوكرة كوليبالي، هذا اللي راح يسبب المشاكل. ياسين العب له كرة، إزالة، محاولة خطيرة، جول 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 حسن اعتابي انه راح يقص شريط التهديف، راح يفتتح التسجيل. ايمن حسين شوف الكرة، خالد سلمان توقع بايمن حسين لكن الكرة اتت من الزل، ايمن حسين اسد من اسود الرافدين، يبدأ بالزئير.